فعلا انا النهارده بصفتي محاماه دكتور خالد بيومي، وهو كان عضو في مجلس اداره نادي الاسماعيلي لمده دوره انتخابيه لمده سنه، دوره بالتعيين لمده سنه، وكان كذلك عضو الاتحاد المصري لكره القدم باللجنه اللي تم تعيينها من قبل الوزير العمري فاروق بعد الطعون اللي تمت على الانتخابات السابقه وابطالها. والحقيقه اللائحه على الماده 30 منها حسمت هذا الموضوع من وجهه نظري الشخصيه، حسمت هذا الموضوع بان الفتره للمده الانتخابيه الا تقل عن سنه، الفتره للدوره لا تقل عن سنه، ودي في الحرف الزائد من الماده 30، وبالتالي ينطبق على الدكتور خالد بيومي شروط الترشح. كونه استبعد فده الحقيقه اللي احنا تعبنا عليه وتظلمنا منه، وان شاء الله نامل ان تكون اللجنه الحقيقه كانت متفهمه جدا وقرت معانا اللائحه وقدمنا لها الاحكام الصادره بشان اعتماد السنه الميلاديه الكامله كمده يعتد بها في الاتحاد المصري لكره القدم. الاتحاد المصري لم يصعد احدا بدلا منه كنائب رئيس الاتحاد، لم يفتح باب الترشيح لاخر لاعتلاء هذا المنصب، بقى هذا المنصب شاغرا حتى انتهاء المده والدعوه الى انتخابات جديده. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا انا دائما متفائل. فهو سمه من سمات ان انا دائما متفائل. النواحي القانونيه انا مش هقدر اتكلم عليها، جلسه مشيت بطريقه انا من وجهه نظري البسيطه يعني كانت كويسه قوي. السادة المستشار المبني استمعوا لرأينا واستمعوا لآراء الله. أما من الشق الناحية الشق القانوني فيعني يمكن سيادة المستشار يقدر يتحدث في هذا الموضوع أحسن مني. هي اللجنة قامت باستبعاد ترشيح سيادة اللواء ولأن حاجة اسمها المادة 40 من قانون الاتحادات الرياضية. والمادة 40 خاصة بالاتحادات مش خاصة بالأندية. سيادة الرئيس لمجلس إدارة أحد الأندية وما زال رئيسا لمجلس إدارة أحد الأندية وعد على وجود هذا المجلس كرئيس ليه سنة ميلادية كاملة بما يطابق نص القانون. الحقيقة اللجنة كانت يعني في قمة الحيادية وقمة الاحترام وقمة سعة الصدر، استبعد كل وجهات النظر، وأعتقد أن القرار حكم في صالح الأمر العادي.